هلا اميغوس، مرحبا بكم في الحلقه السابعه من برنامجكم بروجيكت ريفيو. في الحلقه ديال اليوم غادي نهضروا على الميكس تيب ديال ام ار اس اللي سميتها اكسبلوزيون. عطيونا واحد جيم كومونتير وشي بارطاج وخليونا نبداو. ميكس تيب اكسبلوزيون هي واحد البروجي اللي تكلفت به الباج ديال مروك راب ساركازمو اللي جمعوا فيه 14 رابر دراري كاملين واعرين وكل واحد لينيفير ديالو. كاع التراكات كانوا سولو وهذا البروجي هذا خدموا فيه بزاف ديال البروديوسرز. نتمنى انكم تستريميو هذا الشيء هذا بحيث غادي تعطى فرصه للدراري اللي يلاه باجين، وعلاش لا ما تكونش فيرسيون الثانيه والثالثه الا نجحت هذه الفيرسيون الاولى، وكما قلت تعطى فرصه للدراري اخرين ويبانوا عندنا روابا اللي جداد. هذا الشيء اللي كاين، خليونا نبداو باول تراك اللي هو ديال فارغاس. Always got a job 'cause Vargas always been a wizzy kid. طلت الفيراج شاك بيا الباشا يسالم كلوب 120 في فيراج باغي كي كار نسالم كلوب ولد رباط وباغي غير سميتي تساليها في كاع الحيوط. علاش ملي كان رابي انت ديما غير مسيل كاع الريوق وتشيوا عندي عند الساسو. فارغاس بتراك سولو اللي خدم ليه البرود هو الاسطوره فلي، وفارغاس تراك ورا تراك تنزيد نعرف ان هاد الدري هذا واعر وغادي يمشي بعيد في الراب ان شاء الله. تراك اللي شدني فيه هو الكتبه اللي كانت واعره بالجهد وداكشي كان سهل وممتنع. كتبه كانت مفهومه وفيها بارز اللي مسمومين. بالنسبه للتقصار والفلو داكشي نقي كيف العاده. عجبتني حتى السويتش اللي كانت في الاخر بحيث غادي يطلع التيمبو قصر فاست. اخر حاجه هو البرود اللي كانت واعره وعجبتني فيها ديك لاباس بالخصوص. تراك كان نقي وفيه ما يدار. أزيد بالتراك ديال ماني والبرود اللي خدمو فيها 4 ديال البروديوسرز اللي هما موبينش كارتمانيا زو اوهوس. التراك اللي كان فيه واحد التقصير اللي زوين من أزيد وكان داكشي سمود وغادي مع البرود. التراك اللي كان كالم بالنسبه للكتابه جاتني عاديه وغاديه مع المود ديال التراك. كان عندي مشكل واحد في هاد التراك هذا اللي هو الميكس اللي ما عجبنيش. الواد اللي بين جوج بحوره يا بقى في الحال يا حيت لقى راسو فك السطوره طلق السخون اي جوج بالهاني قسهم اي دوك اللي درتيهم خوت اي هما انما بتراك ديال تلق السخون اللي خدم ليه البرود هو التورو اللي كانت مزيانه وفيها فينت فليكسيبل فلوات ديالك. داكشي اللي غادي يدير انما بحيت قصر مرتاح ولعب فوق البيت كيف ما با. بالنسبه للكتابه فهاد التراك هذا كانت مزيانه. اخر حاجه هو الهوك اللي كان كاتشي ديال بصح وانا شخصيا ما عجبنيش بحيت بان ليا كلا بزاف من التراك. العصافر ويدا بقى تابعني ما غتصورش عقل واحد في الاخر غتهزو رايا بيضا. ما كاينش نضال بلادي كيبيعوك العجل وكيخليوك في الانتظار. ما تدوش على الحق جرب الزق قرعه جمعتنا والقاب كتفرق تلا بغيتي تنطق غيديرو لك صابونه ويقولو زلاك. شاو بالتراك ديال واش واللي كان في البرود هو المتالق بيبي بوي اللي حط برود نقيه بجد. والشاو تا هو ماشي من العاكزين بحيت شد هاد البرود هادي وخرج منها الزيت. والتقصار ديالو كان واعر وحتى الفلوات اللي لعب بهم نقيين ديال بصح. ولكن احسن حاجه في هاد التراك هذا هو الكتابه ديال الشاو اللي اغريسيف وتتحس به تيرابي وحط دي بنش لاين اللي زوينين. تراك نقي وحتى البرود طرباتني. الراب قالو مات جون سنو ما تخافوش غيكون جا هذا غير جا سناب دراب ديالي غيطلع مع سوت كير بيكار خليني نعبر بلا ما تقول لي جو سلو خاصو الحجامه صراو مع الزوامل تا دمو ولا ما الراب اللي كانوا فيه شلاه. ايكون بالتراك اللي سميتو جون سنو اللي هو واحد من الشخصيات ديال مسلسل جيم اوف ترونز وماشي هو الشخصيه الوحيده اللي تجبدات في التراك هذا من السيريات بحيث غادي يشبه راسو حتى بنيغن اللي من العالم ديال وولكينغ داد وغادي يجبد حتى العصا ديالو اللي سميتها لوسيل. هاد العصا هادي ديال نيغن اللي ضربو بها تيشرت مو ديال بصح. التراك فيه واحد ليغو تريب اللي نقيه والكتبه اللي تحطات في التراك هذا كانت واعره بالجد. التقصار كان مزيان وبرود تاعي كانت مزيانه وتراك عجبني ديال بصح. بلا سلاح دخلنا الحرب طحنا في الغلط وقع ما طاحنا الارض حلو كينسيني المر مايكو سلبيش كينسيني المر تبان الناس اللي بتسمع كل بد حيت انا جاري في غدي كالموش باغي تشد. راستي بالتراك ديال وور اللي خدم ليه البرود هو باش. تراك اللي بقى فيه راستي في ديال ستايل ديالو اللي اونيك بواحد التقصار اللي مزيان وفلوات اللي لعب بهم كانوا نقيين. الكتابه في التراك هذا اللي كانت مفهومه وفيها لعيبات زوينين. اخر حاجه هو الهوك اللي عجبني وتراك على العموم كان مزيان. These niggas say, just my guys, all the same. Yeah, ooh, come out, bitch, amazing. I don't need your ass, what's my life? Yeah, what's my life? ما
ميتافور بالتراك ديال كودين والبرود اللي كانت ديال سفيان ازيد، تراك بواحد لافايف في شكل وغادي تلقاه في التراكات ديال ميتافور اللي دراري واعرين، ونهار 26 غادي يحطوا الفيرسيون الثانيه من امامي اللي ضروري ما نديروا عليها شي ريفيو ان شاء الله. بالنسبه للتراك هذا كيف ما قلت لكم في الاول، فيه واحد لافايف في شكل بواحد التقصار اللي نقي، اما الكتابه في التراك هذا فكانت مزيانه، ولكن الهوك اللي كان كاتشي ديال بصح وميتافور تلاحظ فيهم هاد اللعيبه هادي هو تيخدموا على لي ريفران ديالهم بزاف، داكشي علاش تتلقى التراك فيه واحد لافاي في شكل وتتلقى دوك لي ريفران كاتشي ديال بصح. التراك كان مزيان وفيه ما يدار. سيكونين بالتراك ديال رانين للبروت ديال نوفو، تراك اللي جاني قصير بزاف ولكن فيه واحد الهوك اللي كاتشي ديال بصح، وتمنيت انا سايكو يزيد حتى الوقت كثر الكتابه ديالو بشي فيرس ثالث بحكم ان الهوك كلا بزاف من التراك وحسيت ان التراك فيه الهوك بوحدو. بالنسبه للبروت ديال نوفو كانت مزيانه كيف العاده وداكشي نقي. كاديك بالتراك ديال بيكاسو اللي خدم ليه البرود هو اي ام بيت، برود اللي كانت نقيه ديال بصح، وكاديك قصر فوقها مزيان وعرف امتى يلعب فاست وامتى يقصر بشويه، ولكن كاع هادشي هذا ما غاديش يبان قدام تكنيكس اللي تحطات في الكتابه بحال الورد بلاي والدبل مينينغ اللي كانوا واعرين، وهادشي هذا اللي تيعجبني بزاف في الراب، بحيث الا كانت الكتابه فيها واحد التكنيك اللي مزيانه تنزيد انتيريسا بزاف في التراك. تراك زوين وفيه ما يدار. قدام قبل القوى ويدي يديرو سيستم ما دفوك السر وما نرابي تلم فيني تي قلت لك تشوني تي باقتش دابا بالفيرجينيتي بوليس برتالتي الكويمين على تي باقتش دابا زيرو كوالتي ناري الزباني تي الحبس ما دفوك جيد دابا قطعو النفس ميوزيك اند ستريت فد بلاد ديال عدس فاتو فوق البيت بيت واتش يور ستيبس اما برين دات هيت. فاتو بالتراك ديال فاتو كابيليري اللي هو اول تراك في هاد الميكس تيب هادي، وفاتو من اكثر الدراري اللي تتحس به تيرابي وتيجمع ما بين الكتابه الواعره والتقصير المزيان، وهاد التراك هذا كانت فيه واحد الكتابه اللي هاربه ديال بصح وفي نفس الوقت ودني تمزكات. تراك رابا فيه بشي ثلاثه اللغات وحط فيه دي بانش لاين اللي مسمومين، بالنسبه للتقصير والفلوات باش لعب واعرين، اخر حاجه هو البرود اللي حتى هي كانت نقيه. لو ما فويس هاد العام غيكون ديالي ما بقى عندي حتى شي تشويس واخا نبغاو باقي غنديرو هاد الشي دي ويعاودو نيو بتراك ديال بيتر كولسول اللي غادي يسافر بك العالم الاخر ديال نيو، تراك اللي تحطو فيه دي توب لاين واعرين والهوك اللي كان كاتشي ديال بصح، بلا ما نسى التقصار اللي كان نقي والكتبه اللي كانت مزيانه. تراك كان مزيان وفيه ما يدا. الوقت كبر عرفنا شباب المشاكل عايشين وسط المنافقين اما نيغا كي غاتجيني الفرصه ما بولين ذا تريجر. اسبوعي بتراك ديال طريق طويل اول برود اللي كانت ديال كالي واللي عجبتني فيها الجيتار اللي تحطات ديال بصح، تراك اللي هضر فيه على العيشه في هاد البلاد والكتابه في هاد التراك هذا كانت مزيانه وهضر فيها على شحال من حاجه، اما التقصار والفلوات باش لعب فاش داكشي كان كالم وغادي مع البرود، تراك مزيان وفيه لعيبات اللي زوينه. خلونا صراني نكسب اثنين باونا نبقى هو كديما الجزائري صب الراب مغربي في الدين وحيدنا بحال ما بقاش عند الزمر بوها قيمه يا من شاو خوما مرو ما جاوني بعضهم لا شاو هي تيقول لي باش تعاوني قولي شحال جاو من طوني وداوني. نيزي بالتراك ديال بعيد اللي كان البرو ديال ريكسيل واللي غادي يرجع فيها الستايل ديال شحال هذا، تراك اللي عجبتني فيه اكثر هو الكتبه بحيث ان تحطوا بارز اللي زوينين، بالنسبه للتقصار والفلو مزيانين وفكروني في النيزي بي ديال شحال هذا، تراك مزيان والبرود كانت نقيه. الخوف كنخاف من دماغي اكثر من اي واحد في هذا الكون كنخاف لا نموت قبل ما نعيش داكشي اللي بغيت اخاي I guess this is the price of being the greatest alive. فيغو بالتراك ديال الثمن اللي هو اخر تراك في الميكس تيب، هاد التراك هذا اللي دارك ديال بصح وفيغو غادي يربيك لينيفير ديالو بواحد التقصير اللي واعر فوق واحد البرود اللي نقيه، اما بالنسبه للكتابه في هاد التراك هذا فكانت مفرقعه وتتحس بداكشي اللي بغا يوصل، وبين هاد التراك هذا تكتب بالليل والثقيل تراك اللي واعر والاقتباس ساله عجبتني ديال بصح، اخر حاجه هو تحيه لايز على هاد البرود هادي اللي حط.
كنت نكون هضرنا على كاع التراكات قبل ما نعطي الراي ديالي في الميكس تيب، غادي نقول هو تحيه كبيره للمروك راب ساركازم، بحيت من لي باج القلال في انستغرام اللي باقي تنحترمهم على الخدمه اللي تيديروا، الدراري اللي واقفين عليها بروفيسيونيل وفاهمين هاد الشيء هذا وعارفين القيمه ديال الراب المغربي وباو يشوفوه في واحد الصوره اللي حسن. داكشي علاش بغي خصكم تدعموا بحال الدراري هادو، ونتمنى انكم تستريميو بجهد هاد الميكس تيب هادي باش تزيد تعطي فرصه لدراري اخرين، بحيت راه كاينين دراري اللي طالعين واعرين بالجهد وخاصهم هاد الفرصه فين يبينوا، وعلاش لا ما تكونش الفيرسيون الثانيه والثالثه من هذا البروجي هذا. اما بالنسبه للراي ديالي في الميكس تيب فكانوا فيها تراكات زوينين وتراكات كان خاصهم الخدمه اكثر، ولكن كيف ما تنقول الدراري باقي يلاه باجين وخاصه تزاد تعطاهم فرصه اكثر. كان عندي مشكل واحد في هذا الميكس تيب هو التراكات الاغلبيه ديالهم كانوا قصار بزاف، وتمنيت انا نزيد نسمع دراري اكثر ونعرفهم كي تيفكروا وشحال من اللعيبه. اما بالنسبه لاحسن ثلاثه تراكات في هذا الميكس تيب هادي ففي الرتبه الثالثه غادي نحط فيها التراك ديال نيو اللي سميتو بيتر كولسول، الرتبه الثانية التراك ديال فارغاس اللي سميتو سولو. اما احسن تراك في هذا الميكس تيب هادي بالنسبه ليا فهو التراك ديال فاتو، تراك اللي مزكني بالجهد والكتابه فيه كانت واعره. هذا ما كان، نتمنى انكم تسيبورتيو كاع الدراري اللي كاينين في هذا الميكس تيب هادي وستريميو هذا الشيء هذا بالجهد، غادي تلقاو ليا في الديسكريبشن. خليو ليا واحد جيميل عجبكم الفيديو وقولوا ليا احسن ثلاثه تراكات بالنسبه لكم في هذا الميكس تيب، ودوروا هذا الشيء هذا مع اصحابكم. هذا الشيء اللي كاين، تشاو اميغوس.